من ضمن الأسئلة هي هل شركات الكول سنتر بتهتم بالمؤهل ولا أهم حاجة إتقان اللغة؟ كحد أساسي للكول سنتر العربي، الكول سنتر الإنجليزي عادة بيهتموا إنك تكون حاصل على مؤهل عالي، بالذات الكول سنتر العربي أساسي لازم تكون حاصل على مؤهل عالي أو طالب في سنة تالتة أو في سنة رابعة. طيب كول سنتر إنجليزي، كتير جدا من الأماكن بتقبل طلاب في ثانوي أو طلاب في جامعة في سنة تالتة أو رابعة، أو لازم تكون مؤهل عالي. طب اللغات الأخرى بيبقى نظرا لأنهم محتاجين ناس فما بيدققوش أوي، عاوزين واحد نيتيف سبيكر بيعرف يتكلم كويس أوي. ولكن بشكل أساسي حتى لو معاك مؤهل لازم كمان اللغة، فمش معاك إنك مؤهل عالي هيشغلون، لا لازم تكون لغتك الإنجليزية كويسة أو اللغات التانية الألماني مثلا أو أي مكان، هو ده اللي بيكون بالنسبة لهم مطلوب في هذا الشأن، فيجب إنك تركز على هذا الموضوع. إذا فصلنا هذه النقطة علشان تكون الدنيا بالنسبة لك واضحة. كان معاكم مصطفى عطية، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لمتابعة كل جديد، وبالتوفيق.